الكبائر قسمان، قسم منها راجع إلى جهة الاعتقاد والعمل الذي يصحبه اعتقاد، وقسم منها راجع إلى جهة العمل الذي لا يصحبه اعتقاد. مثال الأول الذي يصحبه الاعتقاد أنواع الشرك بالله، من الاستغاثة بغيره، ومن الذبح لغير الله، ومن النذر لغير الله ونحو ذلك، فهذه أعمال ظاهرة ولكن هي كبائر يصحبها اعتقاد جعلها شركا أكبر، فهي في ظاهرها صرف لعبادة، صرف عبادة لغير الله جل وعلا، وقام بقلب صاحبها الشرك بالله بتعظيم هذا المخلوق وجعله يستحق هذا النوع من العبادة، إما على جهة الاستقلال أو لأجل أن يتوصف. والقسم الثاني الكبائر العملية التي تعمل لا على وجه اعتقاد، مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من الكبائر والموبقات، فهذه تعمل دون اعتقاد. لهذا صارت الكبائر على قسمين، نقول الشرك الأصغر ومن باب أولى الشرك الأكبر، هذا جنسه أكبر من الكبائر يعني العملية. فأنواع الشرك الأصغر ولو كان لفظيا مثل قول ما شاء الله وشئه، ومثل الحلف بغير الله، أو نسبة النعم إلى غير الله، أو نسبة اندفاع النقم لغير الله جل وعلا، أو تعليق التمائم ونحو ذلك، هذه من حيث الجنس أعظم، هي كبائر، ومن حيث الجنس أعظم من كبائر العمل الذي لا يصاحبه اعتقاد. وذلك لأن العمل الأعمال تلك كالزنا والسرقة ونحوها من الكبائر العملية، هذه ليس فيها سوء ظن بالله جل وعلا، وليس فيها صرف عبادة لغير الله أو نسبة شيء لغير الله جل وعلا، وإنما هي من جهة الشهوات. والأخرى هي من جهة الاعتقاد بغير الله وجهل غير الله جل وعلا ندا لله سبحانه وتعالى. وأعظم الذنب أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه جل وعلا.